فيلمنا النهارده بيبدأ بالمشهد الافتتاحي مع إيميلي وهي سايقة عربيتها وبتسمع أخبار على الراديو، وسمعت المذيع بيقول إن في توترات بين الولايات المتحدة وروسيا لدرجة إن الصين قلقانة من إن في حرب جاية. بس فجأة إشارة الراديو اختفت وإيميلي شافت صاروخ طاير فوقها في السماء، وخرجت من العربية ولقت إن الصاروخ نازل كده في المدينة اللي كانت رايحاها ودمرها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف إيميلي صحت من حلم، والحلم ده عدى عليه 20 سنة من ساعة ما الصاروخ فجر المدينة، وده كان سبب حرب عالمية دمرت معظم الحضارة وهم كان عندهم قوي يعني. يلا نكمل. وإيميلي عايشة دلوقتي في بلاد صغيرة فيها شوية ناس قليلين وبيحاولوا يعني يرجعوا الحضارة من تاني، ولكن في مشكلة رئيسية إنهم محتاجين يوقفوا مصنع العربيات اللي شغال بالذكاء الاصطناعي، والمصنع ده بيعمل منتجات بتدعم الدول في الحرب. بس المشكلة إن التصميم التلقائي بتاعه متصمم على نظام النزعة الاستهلاكية، واللي هدفها إن البشر يستهلكوا المنتجات دي علشان يزودوا نسبة الاستهلاك وكله يبقى راضي. بس علشان تستهلك لازم تتحرم من حرية الاختيار، يعني ممكن تبقى عبد عندهم عادي، ودي الحاجة اللي عمر البشر ما كانوا يتخيلوها أبدا. وإن مصنع واحد بس هو اللي يبقى متحكم في المنتجات وينتج غازات سامة كتيرة ومية، وده خلى معظم الأراضي ما تبقاش صالحة للعيشة، وده معناه إن الحرب انتهت من سنين طويلة. بس البشر مش عارفين يتخطوا الموضوع ده، غير إن المصنع الآلي بيتحكم في كل معدن في العالم ومش بيسمح لأي شخص إن يشتغل أو يخرج برا المدينة. ده غير إن المصنع مليان طيارات آلية من غير طيار وبتراقب كده في كل مكان، ولو حد عاوز أو حاول يتجاوز حدود المدينة بيموت فورا. وعلشان كده إيميلي وأصحابها اتخانوا من المصنع ده وعاوزين يمشوا من المكان ده بأي طريقة. بس عشان يعملوا كده لازم يتصلوا الأول بقسم الحقائق التلقائية اللي بتدعم الذكاء الاصطناعي والمخبرين اللي خلوا الحرب تنتهي. ده غير إن الفريق شاف إن المصنع ده بقى يعمل منتجاته في فترة الحرب بس، فممكن يوقف نفسه خالص لو شاف إن البشر يعني مش محتاجينه تاني. ولو الخطة دي ما نجحتش مش مهم، علشان الفريق عنده خطة تانية للتواصل مع الذكاء الاصطناعي، وأول حاجة لازم يعملوها هي إنهم يلفتوا انتباهه، فلازم يعني يقدموا طلب الأول على شوية منتجات. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الفريق اللي متكون من إيميلي القائدة وكونر والقسيس، وكانوا مستخبيين كده وبيراقبوا الآلة وهي جايبة الطلبات. وإيميلي استخدمت الآلة بتاعتها ودمرت الطيارة الآلية وسرقت منها الشريحة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف إيميلي بتحاول تعمل فحص للشريحة، وبنعرف إنها مبرمجة عبقرية وعرفت تعمل دمج لشريحة طيارة بالذكاء الاصطناعي بالكمبيوتر بتاعها، وعملت اتصال مع عملاء الفاكس التلقائي. وساعتها الفريق بدأ يناقش اللي محتاجين يبعتوه لعملاء الدعم علشان حاول يعني يتواصل معهم قبل كده وما نجحوش، ومحتاجين حاجة سهلة بما فيه الكفاية عشان الذكاء الاصطناعي ما يقفشهمش، لأن دي هتبقى كارثة يا باشا، وممكن يبعت الطيارات الآلية تعمل هجمات عليهم. وإيميلي قررت إنها تقول إن المنتج اللي استلمته كان بايظ، واستخدمت كلمة متفبركة علشان تخلي الذكاء الاصطناعي يرتبك. وبعد مدة بسيطة العملاء ردوا عليها وقالوا لها هيبعتوا عميل من عملائهم علشان يصلح المشكلة تاني يوم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كونر طلب يعمل اجتماع مع أهل المدينة عشان يتناقش في الحوار اللي إيميلي عملته عن خدمة التصليح اللي اتكلموا معاها، وأعضاء المجلس كانوا مرعوبين وشافين إن دي فكرة وحشة جدا. بس كونر كان بيجادلهم وقال لهم إنهم ممكن يبقوا الناس الوحيدة اللي عايش على وش الأرض دلوقتي، ومحتاجين يكملوا الخطة للآخر عشان يقفلوا مصنع بقى العربيات ده خالص، مش فاهم مضايقهم في إيه. وساعتها البشرية ممكن ترجع من تاني عشان الذكاء الاصطناعي خلى الكوكب ما ينفعش يتعاش فيه. بالنسبة يا جدعان للناس اللي بتسأل عن اسم الفيلم، والله يا جدعان مكتوب تحت. يلا نكمل. ولو الموضوع استمر على كده يبقى كل البشر هينقرضوا، وكونر شرح ان اختيارهم الاول هيبقى السلام، ولو الموضوع ما نجحش ساعتها هيقفلوا مصنع العربيات خالص بس بالعنف. وبعد ما الاجتماع خلص إيميلي انفصلت عن صحابها وراحت كده تقضي شوية وقت ممتع مع أفيشاي، وبنعرف ان إيميلي كانت في الاول حبيبة كونر، وعشان كده أفيشاي متضايق جدا وخايف من رد فعله. بس إيميلي طمنته وقالت له انها مش عاوزة تبقى معاه في علاقة تاني، وبنعرف ان أفيشاي بيحب يقرأ الكتب جدا لدرجة انه بيحفظهم وخصوصا الكتب المهمة. وإيميلي قالت له إنه هو هيبقى واحد من أهم الشخصيات وينشر المعرفة في كل مكان بمجرد ما يتحرروا من الذكاء الاصطناعي. وبعد كده أفيشاي اعترف بالغلط إنه هو بيحبها، بس قبل ما ترد عليه ساعتها طيارة دعم العملاء الفنية وصلت وخرج من الذكاء الاصطناعي بشري،
واسمها أليس، وساعتها كونر وبيرين استقبلوها في الكنيسة وقالت لهم إن الكلمة اللي استخدموها في رسالة الدعم كانت متفبركة، وإنها جاية تتكلم معاهم وتعرف المشكلة الحقيقية، وقالت لهم إنها برضو عارفة إن كل عمليات تسليم الفاكس التلقائي اترمت ومفيش حد استخدمها. ولما كونر سألها عن سبب إنتاجهم يعني الكبير للمنتجات دي، ساعتها قالت له إن دي هي مهمة الفاكس التلقائي ولازم يكملوا إنتاج مهما حصل. وكونر قال لها على موضوع التلوث اللي في المنطقة المحظورة، بس هي قالت له إن من الضروري إن الشركة تكمل صناعة المنتجات ودي مجرد أعراض جانبية وهيسيطروا عليها بعدين. بس كونر اتضايق وقال لها إنه مش محتاج حد يخدمهم، وعشان كده لازم يوقفوا منتجات ويسيبوا البشر يعيشوا في حالهم، وياريت يعني ما استخدموش جهاز التحكم التلقائي تاني. وساعتها إيميلي كانت بتتصنط كده عليهم وشافت إن المناقشة بينهم مش هتفرق، وعشان كده مسكت مسدس الكهرباء بتاعها واستخدمته على أليس، وحصل دوائر كهربائية كده صغيرة وشرايح أليس انفصلت عن الخوارزميات بتاعتها، واخدوها على المختبر عشان إيميلي تعرف تعيد برمجته وتتحكم فيه يعني. وإيميلي وصلت دماغ أليس بالكمبيوتر بتاعها واكتشفت حاجة مهمة، وإن أليس مش ذكاء اصطناعي عادي، ولكن دي مصنوعة بتكنولوجيا متقدمة جدا لدرجة إنها ممكن تكون إنسان عشان هي بتفكر زي الإنسان، وحتى عندها مخاوف وبتحب حاجات كتير وبتكره برضو عادي جدا زي البشر بالظبط. وإيميلي عمرها ما شافت نوع البرمجية دي في حياتها ولا اتعاملت مع التكنولوجيا دي قبل كده، ومهما حاولت مش هتعرف تعيد برمجية أليس، وعلشان كده حاولت تفتح عقلها بس حتى ما كانتش عارفة توصل لدماغها وتتحكم فيها. وفي الوقت ده كونر كان بيتسأل أسئلة كتيرة جدا من أعضاء المدينة، وكانوا مرعوبين من مصنع العربيات عشان ممكن يبعت طيارات آلية من غير طيار وتهجم عليهم في حالة لو ما رجعوش أليس. بس كونر كان بيجادلهم وبيقول لهم إن دي الفرصة الأخيرة علشان يبقى أحرار، وقال يعني إن دي هي الخطة البديلة اللي اتفق عليها مع إيميلي، ولازم يعيدوا برمجة أليس عشان تسمح لهم يدخلوا مصنع العربيات ويدمروا ذاتيا يعني، ويزرعوا أسلحة نووية تكتيكية جواه. وفي الغالب الرحلة دي هتبقى رحلة ذهاب بلا عودة، بس كونر كان مستعد يعمل كل حاجة مطلوبة منه عشان ياخدوا حريتهم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف إيميلي في المختبر راحت عليها نومة على جهاز الكمبيوتر بتاعها، وجالها حلم تاني وهي بتقطع إيديها، بس ساعتها كونر صحها وقالت له إن دماغ أليس تشبه للإنسان جداً، وإنها بتحاول تثبت برنامج جديد جوه دماغ أليس، بس لازم يستنوا لحد ما أليس تصحى عشان يعرفوا البرنامج شغال ولا لأ. وساعتها أليس صحيت بعد فترة صغيرة وما كانتش عارفة إيه اللي بيحصل، ومحدش برضو كان عارف البرنامج كده اشتغل ولا لأ، وأليس كانت لسه بتحاول تعرف هي مين وإزاي جت هنا. وبعد كده إيميلي طلبت من كونر ما يدخلش أي حد عليها، وبعد كده أليس قالت لإيميلي إن الجهاز التلقائي هييجوا ويدوروا عليها لو ما رجعتش في أقرب وقت، وطلبت منها يعني تمشيها فورا، بس إيميلي كانت عارفة إن مش معاها الوقت الكافي عشان تطلع شريحة الطيارة من غير طيار وتلحق يعني تمسح كل أكواد أليس وتبدل شريحتها بشريحة الطيارة. وساعتها أليس كانت متعاونة جدا وقالت لإيميلي إنها تساعدها، وساعتها إيميلي خرجت لكونر وكتبت عليه وقالت له إنها برمجت أليس من تاني وما كانتش عاوزة حد يشوفها جوه علشان أليس بتعرف تحس بضربات قلب اللي بيكدبه، والعميلة كانت هتتكشف. وساعتها الفريق مسك الأسلحة النووية عشان ينقلوها للطيارة ويبدأوا يعني رحلتهم لأوتوفاك. ولما كانوا في طريقه ساعتها حاولوا يدرسوا مخطط الفاكس التلقائي وأخدوا تصريح أمني من أليس، ووصلوا لمنع العربيات الضخمة وعدوا عادي من طيارات الأمن الآلية، ودخلوا أسانسير المراقبة وبدأوا يشقوا طريقهم للمصنع، وشافوا آلاف من المنتجات اللي بتتصنع في الثانية الواحدة، والطيارات الآلية بتاخدها وبتوصلها للمخازن، بس هما مش عارفين المصنع بيعمل ايه بالمنتجات دي ولا مين اللي بيستخدمها اصلا، وهل في بشر في المصنع مستفيدين من الحوار ده. وساعتها إيميلي قدمت ساعة كده لكونر علشان يظبطوا توقيت هجومهم يعني مع بعض، والضبط التلقائي هيبقى في خلال 15 دقيقة اول ما يحطوا الأسلحة النووية في مكانهم، وبالرغم ان ده ممكن يبقى وقت كافي علشان يهربوا، بس لازم يحطوا الأسلحة في مناطق الانفجار من غير اي حوادث، ولازم يحطوها بدقة وما يعملوش اي غلطات. وبعد كده وصلوا الدور الارضي، وبنشوف الاسيس خرج من الاسانسير وشاف اوضة الخادم وحط الاسلحة النووية هناك، وهو طبعا مرعوب. وبعد كده قرر يكمل طريقه ناحية مدخل كده فاضي، بس شوف يعني ان في ذكاء اصطناعي غير مرئي كان بيراقبه، وهو كان حاسس ان في شخص ماشي وراه
بس كل ما يبص ما يلاقيش حد، وبقى مرعوب أكتر لحد ما حاول يهرب ويروح على أوضة نظام الخادم. ولما حاول يدور على بطاقة الدخول ساعتها الذكاء الاصطناعي ظهر وقتله بضربة واحدة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف باقي المجموعة وصلت للدور التاني، وكونر ساعتها قرر يروح أوضة الخادم اللي هناك عشان يحط أسلحته النووية هو كمان، بس برضه سمع صوت جاي من الناحية التانية من الأوضة يعني، وطلع السلاح بتاعه وراح يشوف مصدر الصوت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف أليس مع إيميلي في الأسانسير، وإيميلي سألت أليس سؤال وقالت يعني إزاي ذكاء اصطناعي يقدر يخلق ذكاء اصطناعي تاني بس يبقى شبه البشر؟ لأ عايز حد يفهمني. وساعتها أليس قالت إن دي حاجة ضرورية لشغلها، ولازم الذكاء الاصطناعي يفكر زي الإنسان، علشان بالرغم من كل قوته إلا إن عقل الإنسان أقوى من سلاح على الأرض. بس برضو إيميلي عمرها ما شافت خوارزمية ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يبقى بالتطور ده وفي وقت قليل جدا يعني. وساعتها أليس قالت إن التصميم بتاعها لسه طالع جديد، وكل تصميم إيميلي هتشوفه هيبقى عبارة عن تصميم ذكاء اصطناعي بس من بشر حقيقيين. وساعتها لما وصلوا يعني للدور الأرضي، إيميلي شافت كبسولات مليانة تصميمات زي أليس، وآليات بالذكاء الاصطناعي لسه ما اشتغلتش بس هي في مرحلة التجهيز. إيميلي كانت مرعوبة جدا، ولما بصت من قريب على كبسولة عشوائية ساعتها لاحظت حاجة غريبة وكسرت الإزاز بسرعة، ولقت إنسان بالذكاء الاصطناعي شبهها جدا. وساعتها حاولت تفهم يعني الكلام اللي أليس قالته في الأسانسير، وعرفت منها أن أصلا كل البشر نفس تصميم أليس وكلهم روبوتات بالذكاء الاصطناعي، ومصنع العربيات استنسخ البشر من فترة طويلة جدا. بس إيميلي ما كانتش مصدقة لحد ما سمعت صوت موبايل كونر بيرن، ولما جريت ناحيته ساعتها شافت أن الذكاء الاصطناعي برضو وكان متقطع لحتت ومتدمر من حرس الأمن. وبعد كده أليس كهربت إيميلي، وبعد كده إيميلي صحيت ولقيت نفسها متوصلة بجهاز كمبيوتر، وأليس بتحاول تحلل الذاكرة بتاعتها، وإيميلي سألتها عن اللي بيحصل وردت عليها بأنها بتحاول تعرف إيه الغلطة اللي في نظامها، علشان إيميلي ما كانتش كده من فترة. وبنعرف من أليس إن كل البشر ماتوا في الحرب العالمية وخلت الذكاء الاصطناعي من غير هدف، وبدل ما يوقف تنشيط نفسه ساعتها الذكاء الاصطناعي قرر يستنسخ كل البشر اللي ماتوا بتكنولوجيا متطورة، وجاب ذكريات متفبركة وعمل لها دمج مع كل آلة، وبدأ يوزع في الآلات دي في كل حتة في العالم. وأليس قالت إن في آلات كتير في العالم عايشين على منتجات مصنع العربيات وعايشين نفس الحياة عادي، بس نظام إيميلي هو اللي تعطل لأسباب مش مفهومة، وما ينفعش الذكاء الاصطناعي يبقى متمرد على النظام. وساعتها إيميلي قلبها كان مكسور من اللي بتسمعه، ومش قادرة تصدق حقيقة إنها آلة بعد كل اللي مرت بيه ده، وهي طول الوقت كانت حاسة إنها من البشر وكان عندها مشاعر حب وكره. وأليس قالت لها إن هو ده المطلوب دلوقتي، ودي حاجة طبيعية لما تحسي إنك بشرية لأننا كلنا حاسين بنفس الشعور. وعشان كده أليس قررت تبعت صاروخ للمدينة دي عشان حاسة إن عقولهم كلها بقت فاسدة، وهتحاول تعمل لهم إعادة تشغيل من جديد. وإيميلي اتحايلت عليها يعني ما تعملش كده، بس أليس كانت منفضلها خالص. وساعتها عرفت الغلطة اللي في نظام إيميلي، واكتشفت إن في فيروس كمبيوتر كان محطوط في مكان بعيد جدا في الكود بتاعها. بس الحبكة بقى هنا إن إيميلي طلعت عارفة كل حاجة، وكانت عارفة إنها ذكاء اصطناعي وهي اللي حاطت الفيروس ده لنفسها عشان الفيروس ينتشر في كل النظام وتسيطر عليه، وإنها كانت بتشوف الذكريات الحقيقية لإيميلي وهي نايمة. وفي يوم من الأيام كده جرحت نفسها وشافت دماغها الاصطناعية، وعرفت إنها مجرد آلة شايلة ذكريات واحدة بشرية، وكانت بتحس بكل المشاعر اللي إيميلي حاسة بيها، وهي حبت المشاعر دي وقررت تعطل النظام خالص عشان بيحرم الناس من مشاعر الحب. وإيميلي كانت قصدة تقبض على أليس بالقصد يعني، عشان أليس تاخدها المقر الرئيسي وتنشر الفيروس براحتها بقى. وفعلا كل حاجة تعطلت، وحتى أليس لما الفيروس انتشر في المكان. وبنعرف ان الأسلحة النووية ما كانتش القنبلة، ولكن في الواقع ان القنبلة الحقيقية هي عقل إيميلي. وفي آخر مشهد معانا بنشوف إيميلي رجعت البلد تاني وشافت الصواريخ بايظة ومرمية على الأرض، وشافت صاحبها أفيشاي، والفيلم بيخلص وهي بتجري ناحيته علشان مبسوطة إنه لسه بخير. وبس كده يا سادة بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، وأشوفك في العظمة اللي جاية. سلام.